تعيش الفنانة الإماراتية أحلام حالة من القلق الشديد بسبب دخول ابنها فاهد الهاجري إلى المستشفى في السعودية، حيث يتواجد وهي ليست إلى جانبه دون أن تكشف عن مرضه الغامض الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى. وأعلنت أحلام ذلك من خلال تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، معربة عن خوفها الشديد على ابنها وطالبة الدعاء له بالقول: إلهي، إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك. بيبي، ليش ما تقوم؟ ماما تعبانة، شرك أعطيك 5 دقائق. عادت أحلام وعلقت على تغريدة كتبها أحد أصدقاء ابنها فاهد المتواجد معه في السعودية، إذ طمأنها على صحته بالقول: أطمنك يا ملكة إنه ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسليمة وأموره كلها طيبة، وأنا أشوفه قدامي الحين وإحنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك التاني. وقالت أحلام تعليقا على هذه التغريدة: الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم، ما قصرتوا معاهم، الحمد لله، الحمد لله، ربي لك الحمد والشكر. من جانبه طمأن فاهد عبر حسابه على تويتر متابعيه على حالته الصحية وقال: أشكر كل من سأل عني وتمنى لي السلامة، أنا وعمي بفضل الله إحنا بخير ونعمة، والله يجزاكم خير على السؤال. من جهة ثانية، كانت الفنانة أحلام قد ردت على أحد متابعيها عبر تويتر الذي اتهمها بالسكوت عن دعم القضية الفلسطينية وما يمر به الشعب الفلسطيني من مأساة هذه الأيام. وبعدما وجه المتابع تغريدة لأحلام جاء فيها: عهدنا سكوتك عن نصرة الأشقاء الفلسطينيين ضد العدو. ردت أحلام قائلة: إلا هالشي، بالعكس، غردت في كل حساباتي وقلبنا ودعواتنا معاكم، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي أقدر أقوله. وأضافت قائلة: وربي يحرسكم، فلسطين تنتصر وستنتصر، والأبطال فلسطين محتاجين دعواتنا، وياليت نقدر نعمل شيء أكتر، ما رح نقصر، فلسطين تقاوم، فلسطين عربية. كما عمدت أحلام إلى تغيير صورة صفحتها عبر تويتر ووضعت العلم الفلسطيني تأكيدا على وقوفها إلى جانب فلسطين وشعبها.